تأثرتوا معنا اليوم تحضر معنا الطاقم ديال مدينة اف ام، وكانت مناسبة اننا تكلمنا على نظام التحفيز العقاري وكذلك مميزات العقار المحفظ، وكذلك هضرنا على مزايا ديال التحفيز الجماعي والأهمية ديالو في استقرار الملكية العقارية، وكذلك تكلمنا على الأوراش المفتوحة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومن بين هذه الأوراش رقمنة الإدارة، كذلك فيما يتعلق بالخدمات والمنتوجات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. هذه المنتوجات متاحة عبر البوابة ديال الوكالة اللي هي www.ncfcc.gov.ma. وكانت مناسبة أننا كنا على تواصل قريب من السادة المستمعين والمستمعات عبر أثير أمواج إذاعة مدينة اف ام، والشكر كذلك موصول للطاقم التقني اللي صراحة سهر معنا، اللي كان في مستوى جد 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 مرتفع، اللي فتح لنا المجال أننا نشرحوا المزايا ديال التحفيز العقاري ونوصلوا الفكرة ديالنا للخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقارية.